thank uh you -huh. مساء الخير للجميع واهلا وسهلا فيكم في نشره جويه جديده لاستطلاع حقيقه اخر التطورات الجويه المتوقع ان تسود في المملكه خلال 24 ساعه القادمه، طبعا اليوم يعني الخميس تاثرت المملكه بمنخفض جوي عمل بحمد الله على تساقط الامطار في المنطقه الشماليه والوسطى والجنوبيه ايضا تساقطت البرد بحمد الله، تزخات البرد في اجزاء مختلفه من المملكه، خلال ساعه العصر هطلت بعض الثلوج في المنطقه الجنوبيه في المرتفعات التي تزيد عن 1500 متر، ننتقل الى التوقعات الجويه لهذه الليله. هذه الحقيقه توقع ان تكون اجواء كما نشاهد يعني ماطره بين الحين والاخر في عموم مناطق المملكه هذه الامطار قد تكون غزيره على فترات في المنطقه الشماليه والوسطى وايضا ربما تترافق بزخات من البرد ايضا كما نشاهد يعني حقيقه هذه الليله ليله الخميس الجمعه درجات حراره منخفضه عموما تصل الى ثلاث درجات مئويه فقط في العاصمه عمان اذا المعلومه الاولى ان ليله الخميس الجمعه ستستمر تساقط الامطار وزخات البرد في عموم المناطق سواء كانت الشماليه والوسطى او حتى اجزاء من المنطقه الجنوبيه ننتقل الى توقعات يوم الجمعة موضوع الثلج سنتحدث عنه بتفاصيل أكثر في هذه النشرة بالبداية ننتقل صور الأقمار الاصطناعية نشاهد يعني أن المملكة على موعد مع منخفض جوي آخر سيتمركز حول جزيرة قبرص ويتحرك نحو يعني السواحل اللبنانية خلال ال 12 ساعة القادمة هذا المنخفض الجوي يعني كفيل بإذن الله تعالى على تجد على عمل تجدد في الفاعلية الجوية في المملكة لكن الجزء الأهم من هذا الموضوع هو المنخفض الجوي أنه المنخفض الجوي سيترافق كما نشاهد باندفاع لهواء قطبي من هواء قطبي بارد جدا في طبقات الجو العليا وسيعمل باذن الله على حدوث انخفاض كبير في درجات الحراره للتوضيح اكثر هذا الهواء القطبي هو باللون الازرق كما نشاهد صباح الجمعه المملكه على اطراف هذا الهواء القطبي يتوقع ان يندفع بشكل اكبر نحو المملكه خلال ال24 ساعه القادمه وسيعمل باذن الله تعالى على يعني تحول الامطار الى ثلوج خاصه فوق المرتفعات الجبليه العاليه التي تزيد عن ألف متر عن سطح البحر كما نشاهد يعني نستمر الهواء القطبي بالاندفاع نحو المملكة يعني خلال ساعات نهار الجمعة ومساء الجمعة وسط استمرار بفرص تساقط الثلوج بالانتقال لتوقعات يعني الأمطار أو الهطولات بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة يعني نبدأ من توقعات صباح يوم الجمعة صباح يوم الجمعة نلاحظ أن المنطقة الشمالية ستكون فيها هناك هطولات الهطولات تكون على شكل أمطار في المناطق التي تقل عن ألف متر في حين تكون على شكل ثلوج في المناطق التي تزيد عن ألف متر في مرتفعات جرش وعجلون منذ ساعات الصباح الباكر أيضا يعني العاصمة عمان قد تشهد بعض الزخات المتفرقة خلال ساعات صباح يوم الجمعة سواء كانت مطرية أو ثلجية لكن بشكل عام صباح الجمعة الهطولات تتركز في المنطقة الشمالية تحديدا في محافظات إربد وجرش وعجلون ثلوج كثيفة متوقعة صباح الجمعة في مرتفعات جرش وعجلون نتحدث عن رأس منيف وعبين وعبلين ومناطق ثغرة عصفور هذه منطقة جميعها ربما تشهد تساقط للثلوج الكثيفة خلال ساعات صباح يوم الجمعة تدريجيا يعني مع انتقالنا لساعات ما بعد الظهر والعصر يتوقع أن كما نشاهد أن تندفع جبهة هوائية باردة تعمل على نظام انتظام هطول الأمطار والثلوج في أجزاء واسعة من المملكة كما نشاهد المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية طبعا ستكون الأمطار ما دون الألف متر أو تسعمائة متر في حين تكون الثلوج تتساقط بإذن الله تعالى فوق المرتفعات الجبلية التي تزيد عن ألف متر سواء كانت في الشمال أو الوسط او الجنوب. يعني كما نلاحظ لاعاده المعلومه الجبهه الهوائيه تندفع في المملكه خلال ساعة ما بعد الظهر والعصر ستعمل باذن الله تعالى ما بعد الظهر وعصر يوم الجمعه على حدوث انتظامات في الهطولات المطريه والثلجيه، الثلوج فوق الألف متر وما دون ذلك ستكون امطار او امطار مخلوطه بالثلوج بوجه عام. كما نشاهد استمرار في الهطولات المتفرقه حتى ساعة مساء الجمعه وحتى ليله الجمعه السبت ثم يعني يتراجع الهطول بعد ذلك وتستقر الاجواء تدريجيا اعتبارا من ساعات فجر يوم الجمعه. يعني كما نلاحظ استعراض لمستوى التساقط الثلجي والارتفاعات التي ستتساقط عليها الثلوج يوم الغد الجمعه نبدا يعني حقيقه فقط ملخص ليوم الخميس كان مستوى الثلوج مرتفع فقط على مرتفعات 1500 و 1600 متر وهذا ما حصل اليوم الخميس حصلت الثلوج فقط في سلسله جبال الشرف المناطق المرتفعه هناك لكن نلاحظ يعني مع مرورنا مع ساعات يعني الصباح وظهر يوم الجمعه متوقع ان يتدنى مستوى التساقط الثلجي ليصل يعني مع ساعات الظهر والعصر والمساء الاولى وهي فتره يعني ذروه التساقط تساقط الثلج المتوقع ان تكون يوم الجمعه ليصل ليطال مناطق ال 1000 متر وربما على فترات اقل من ذلك قد يطال مناطق ال 900 متر على فترات، لكن كما نلاحظ يعني افضل فرصه لتساقط الثلوج ستكون من الساعه ربما الثانيه عشر ظهر الجمعه وحتى الساعه الثانيه عشر منتصف ليله الجمعه السبت. ننتقل الى استعراض يعني سريع للملخص للحاله الجويه، اولا غدا يوم الجمعه طقس بارد بشكل لافت في عموم مناطق المملكة درجات الحرارة منخفضة تصل إلى ما يقارب حول الصفر المئوي في الجبال متوقعين أيضا أن تكون هناك يعني أمطار غزيرة وزخات برد فوق أغلب مناطق المملكة يوم الجمعة سواء الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية أيضا هناك توقعات بتساقط الثلوج فوق الجبال التي تزيد عن ألف متر سواء كانت في شمال أو وسط أو جنوب المملكة حاليا السؤال الأهم الذي يعني أعتقد الجميع بانتظار الإجابة على هذا السؤال وهو السؤال هل ستتراكم الثلوج يوم الجمعة؟ بالبداية كما ذكرنا صباح الجمعة هناك توقعات بهطول ثلوج كثيفة فوق مرتفعات عجلون وجرس ستتراكم هذه الثلوج فوق تلك المرتفعات تدريجيا مع ساعات الظهر والعصر والمساء الاولى سوف تمتد هذه التساقطات الثلجيه الى الى المناطق الوسطى بما فيها العاصمه عمان خاصه عالي العاصمه عمان تشمل مرتفعات خلده تلال علي صويلح دابوق الجامعه الاردنيه هذه المناطق جميعها تشهد تساقط ثلوج خاصه خلال ساعات ما بعد الظهر وعصر يوم الجمعه سوف تتراكم الثلوج في تلك المناطق وتعمل حدوث بعض الاغلاقات والتراكمات في تلك المناطق الجبليه العاليه في حين مناطق المدون 1000 متر في العاصمه عمان ستشهد يعني تساقطا للثلوج لكن قد تكون ببعض التراكمات المحدوثه المحصوره عفوا او القليله ان حدثت. المناطق الجنوبيه ايضا ستشهد تراكم ثلوج في المرتفعات الجبليه العاليه في الكرك تحديدا في المزار الجنوبي وايضا سلسله جبال الشراء، اذا الثلوج ستتراكم بإذن الله تعالى فوق المناطق اللي بتزيد عن ألف متر يوم الجمعة خاصة خلال ساعات ما بعد الظهر والعصر والمساء الأولى في المملكة تشمل عالي جرش وعجلون وعالي العاصمة عمان وايضا اعالي مرتفعات الكرك وسلسله جبال الشراف في جنوب المملكه. بالنهايه يرجى العلم ان موقع طقس العرب وتطبيق طقس العرب على الهواتف الذكيه قد اصدر الان يعني بث مباشر وتحليل مباشر لاخر التطورات الجويه عبر تطبيق طقس العرب، بتمنى ان الجميع تنزيل التطبيق وتحميل التطبيق عبر الهواتف الذكيه لمتابعه اخر التطورات الجويه. كان معكم اسامه الطريفي من طقس العرب، نلتقي بكم بنشرات جويه قادمه ان شاء الله، امطار خير وثلوج بركه ان شاء الله على الجميع، شكرا لكم.